مرحبا. أهلا وسهلا عيني. شنو ممكن الطقوس اللي سووها بهذه المناسبة أو شنو الأجواء؟ شوفون الأجواء يوم 24 تبدي هذه الأجواء مع مغارة الميلاد اللي هي مغارة رسالة محبة وسلام إلى العالم، لأنه يسوع المسيح ولادة المسيح هي رسالة المحبة والتعايش والتسامح والأخوة إلى العالم أجمع. فاليوم تبدي الاحتفالات ليلة العيد الميلاد، ميلاد الخير والسلام، ميلاد المحبة لجميع البني البشر. من هنا كانت الولادة الحقيقية لمجيء الملك يسوع المسيح، هذه المغارة التي ولد فيها بعيدا عن المدينة، حيث كانت البشرى السارة لجميع الأمم بهذه الولادة. فهذه الولادة مستمرة ومستمرة في عراقنا، وخاصة في إقليم كردستان وبلدتنا الحبيبة عنكاوة التي هي رمزا للتعايش والتآخي. تبدأ الاحتفالات من اليوم وتستمر لحد 6 كانون الثاني. وبعدنا مستمرين وياكم بأجواء العيد بكنيسة مار يوسف. مرحبا. أهلا. لا تسلمين، شكرا. شلون تشوفين الأجواء والطقوس اللي تكون بالعيد؟ والله هالسنة الطقوس كلش حلوة، لأنه سنتين مثل ما تعرفون كانت كورونا، فيعني ما سوينا أي طقوس بهذا الشكل. واليوم هاي المغارة طبعا كلش جميلة، هاي أول مرة طبعا تصير هاي المغارة بهذا الحجم بكنيسة مار يوسف. الأجواء رغم البرودة ورغم الطقس البارد، لكن يعني الناس الأهالي كلهم طالعين للكنائس لحضور القداديس، وإن شاء الله يكون هذا العيد عيد خير وسلام على كل الشعب العراقي. ومن خلال قناة أحب أهني كل المسيحيين، خاصة إذا بالعراق وإذا بالخارج، وأتمنى يكون هذا العيد ميلاد المسيح، ميلاد الخير والسلام علينا إن شاء الله. وسنة جديدة سنة 2022 تكون سنة خالية من الأمراض وتكون خالية من كل الكوارث. شكرا لكم. طيب هسا أحكينا، راح تحضرين كليتشة أو كيك أو شنو راح تسوين الأجواء؟ والله احنا اليوم 24 بالشهر، يعني ليلة العيد، وكل شيء احنا محضرين، الكليتشا وحتى الباتشا وهذه الكبة العجم يسموها، كلها محضريها. وهسه راح نحضر القداديس، وباكر ان شاء الله من الصبح راح يكون عندنا هم قداديس نحضرها بهاي المناسبة السعيدة. شكرا. شكرا لكم. مثل ما شفتوا هسه انه محضرين بعض الاكلات اللي هي خاصه بالطقوس مالتهم، واللي هي من ضمنها الباتشا والكليتشا والكيك. وهسه راح نستمر وياكم ونشوف اراء الناس وياكم. مرحبا. يا اهلا وسهلا. شلونك؟ على الله. انت شلونكم؟ زين ان شاء الله. الحمد لله. احكي لي عن الطقوس مال العيد. طبعا انا مو ضمن الديانه المسيحيه، بس انا جاي اعيدهم كل سنه احنا هيك نسوي، لانه احنا بلدنا معروفه بلاخص الكردستان واربيل هي بلد التعايش مال الكل مو مال واحد. فاني كاكاي اجي اعيدهم، احنا كل مره نعيدهم ونجي نشارك بافراحهم واحزانهم، بس ان شاء الله دوما احنا بس نشارك بالافراح وما يكون احزان ان شاء الله. طيب راح تشاركهم ايضا باكلاتهم؟ اكيد اكيد، يعني عاجبني جدا اكلاتهم، كل اكلاتهم بالاخص هاي فتره العيد يحيهم كليتش وهاي الامور حلوه جدا ما تنوصف. شنو هم مميزين باكله معينه؟ بكل شيء مميزين صراحه، انا قلت يعني هم اهلنا واخواننا المسيحيين، اكلاتهم يعني بالعراق هو درجه الاولى بكل نوع الاكلات. ومثل ما دا أشوف أن العوائل حاليا بدأت تجي، وأعتقد الساعة 10 راح تبدي كل الطقوس وكل الأجواء راح تبلش ويانا. مرحبا. أهلا وسهلا. نقلات شرقية. أهلا وسهلا بكم. ممكن تحكينا عن الطقوس؟ والله هي أحلى أيام السنة هي بس أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وأكيد أجواء تحلى ويا قناة الشرقية. طيب ايش اللي ممكن انتم تحضرون على هذا اليوم؟
والله كالعادة انه الكليتشة والشغلات هذه والاكلات الفلكلورية مالتنا، والباتشا يمكن المهمة صح؟ يعني بعض الناس باتشا بعضهم غير شيء، يعني كل واحد حسب تقاليد. انت شنو اكثر اكلة تحبها منهم؟ والله هي برياني وهاي الشغلات هذه. يا شكرا، اهلا وسهلا بكم. ومثل ما تشوفون انه اغلب الناس انا احسهم هم متحمسين على الاكلات اللي هي من ضمنهن الباتشا والكليتشا، وانا واحدة من الناس احب اكله الباتشا، يعني كلش انا احبها. فراح استمر وياكم حاليا وراح نشوف بعض اراء الناس ونكمل وياكم. مرحبا. اهلا وسهلا، شلونك؟ هلا ومرحبا. ممكن تحكي لنا عن الطقوس بهذه يعني بهذه المناسبه ولا يعني؟ اهلا وسهلا بكم. في كل سنه في ليله 24 على 25 جميع كنائس الكلدانيه تقوم، الكلدانيه والكاثوليكيه طبعا، تقوم بتقائص قداس العيد. شنو ممكن اهم الطقوس اللي انتم لازم تسووها بهذا اليوم؟ يعني شلون مثلا؟ يعني شنو الاجواء اللي انتم لازم تحضروا لها بهذا اليوم؟ اول شيء نحضر القداديس سواء كانت بالليل او الصبح، وثاني يوم نحتفل باجواء العيد. تحضرون اكلات؟ بالتاكيد اكيد. حضرتوا لو بعدكم؟ محضرين اكيد. اي شنو اللي حضرتوا؟ الاكلات المناسبه اعتقد باعياد الميلاد هي الباتشا. طيب والمن تعيد؟ اكيد جميع الاحبه والاصدقاء والجيران. عايدتهم لو بعدك؟ نعم. عايدتهم لو بعدك؟ لا بعدنا بعد ما نطلع من القداس يلا راح نعيد. طيب منو ممكن اول واحد راح تعيد؟ اكيد اول واحد اللي اشوفه عايده. ما عندي مشكله. مرحبا. هلا ومرحبا. كل عام وانتم بخير. سنة سعيدة عليكم إن شاء الله. شكرا. وعليكم. ممكن تحكي لنا شوي عن الطقوس؟ هسا عندنا يعني هاليوم نجي نسمع قداس مال ميلاد، ويعني احنا فرحانين. كل عام وانتم بخير وان شاء الله ميلاد مجيد على كل عراق. تسلمين. طيب لمن تحبين تعايدين بهذه المناسبة؟ والله احب اعايد كل قرايبي واقربائي وعائلتي احبائي واصدقائي. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. عايدتيهم لو بعدك؟ قسم عايدت قسم لا بعد. من اول واحد عايدت؟ بابا الله يحفظه لك. شكرا. طيب شنو محضرين اكل؟ والله كل شيء حضرنا، كليتشا وباتشا وكبه كبار موصليه ودولمه. شنو الاكله المميزه اللي عندكم اللي لازم تحضروها قبل كل الاكلات؟ باتشا. شكرا لك. شكرا. مرحبا. اهلا وسهلا. كل عام وانت بخير. وانت بخير. ميلاد مجيد ان شاء الله. شكرا. تسلمين. وعليكم على اجمعين، على كل العراقيين ان شاء الله. مرحبا. تعيدين بهذه المناسبه؟ وعيد اهلي واخواني وبيت حمايه وزوجي واهلي اللي بالمانيا، ما عندي اخوان واخوات كلهم عيد، وما اقول لهم كل عام وانتم بخير. ان شاء الله خير، سنه سعيده على الكل. الله يحفظهم لك ان شاء الله. طيب شنو الاكلات اللي حضرتوها؟ وحضرنا كليتشا وراح نقعد نسهر ان شاء الله اليوم ويا الاهل. والباتشا همشي. باتشا هاي على امي بعد. كل عام وانتم بخير. شكرا. انتم بألف خير. سنه سعيده عليكم ان شاء الله. شكرا. شلون هالاجواء مال الطقوس؟ شنو حابين تحضرون؟ المت حابين تعيدون؟ عايد اخوي هو بالالمانيا. وعايد كل الناس ان شاء الله يعمل الخير والسلام كل العالم والعراق خاصه. ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. شكرا. شلونك خاله؟ الحمد لله زين. خاله شنو محضرتنا اكلات على هذه الطقوس والمناسبه؟ والله حضرنا الباتشا وكليتشا وان شاء الله السنه حلوه لكلنا. شنو اهم اكله ممكن لازم يعني تخلوها اول قبل كل الاكلات؟ إيه باتشا وكبه والدولمه، هذول الاكلات. المرحبا. تعايدي كليتشا. أنا عايد لأولادي بالسويت وذبة وإرخوان وهيفي هما وأولادهم بالخير وبالسلامة وكل العالم. الله يحفظهم ولد عيني. شكرا. شكرا لكم. شكرا. يا رب إن شاء الله عيد سعيد عليكم أجمعين. إن شاء الله سنة خير على الجميع إن شاء الله. تسلمين. ونعيش بخير وسلامة، مريت كل شيء نخلص من هالظروف الصعبة.
شنو الطقوس اللي ممكن نحسوها بهذه المناسبة؟ هو الطقوس للجميع طبعا، مو بس للمسيحيين، يعني هاي الطقوس عاداتنا احنا لنا، وكل سنة هذا عيدنا، ويعني نفتخر به، يعني اسلام ومسيحيين وكلتنا واحد، يعني ما عندنا تفرقة، ونطلب من الله ان شاء الله سنة 2022 تكون خير وصحة وعافية على الجميع. الله كريم. حضرتي اكلات لو بعدك؟ شلون؟ حضرتي اكلات لو بعدك؟ يعني لا والله بعدني ما محضرة، لأنه ب 12 يطلع القداس، يا دوب نلحق على الباكر، بس سوينا كليته وشغلات العيد كملنا الحمد لله والشكر. هالسنة يعني قدرنا نجي القداس، مو مثل السنين اللي راحت يعني بالكورونا ما قدرنا نحضر القداس، فبالبيت صلينا وشعلنا شموع مثل ما تشوفين، تكون مريم عذرة تكون ويا الجميع ان شاء الله. طيب من حابة عايدين بالبداية؟ والله عايد الناس كلهم، اهلي وعماتي بخارج طبعا، عندي كلاتهم، بيت اهلي، بيت بيبيتي بش اسمه بامريكا، وبيت حماية بكندا، وعاد الناس اللي طيبين، وعايد الجميع الأمة طبعا، الإسلام والمسيحيين والدنيا كلها. شكرا حبيبي، اهلا وسهلا. ممكن تحكينا عن الطقوس اللي حسوها او الاكلات اللي راح تحضروها بهذه المناسبة؟ احنا اليوم جايين نحتفل بميلاد المسيح، عندنا طقوس راح نحتفل بيها بالكنيسة والقداس الكبير، لأن هي ولادة جديدة فكلنا نحتفل بيها، هو عيد المسامحة والمصالحة والرجاء. والأكلات اللي نحضر بيها كل عائلة حسب، أكو عائلة تحضر باشا، أكو عائلة تحضر كليشة، يعني سوري البرياني والكليشة، وهاي الشغلات الحلويات موجودة أكيد. شو راح تحضرين؟ أنا معزومة. طيب على باشا. ألف عافية مقدما. طيب لمن حابة تعايدين بالبداية؟ أحب أعايد كل المسيحيين اللي بالعالم، وبالأخص مسيحيين العراق. أحب أعايد أهلي، أصدقائي، أحبائي، كل المسيحيين العالم، وكل الموجودين بالعالم، المسيحيين وغير المسيحيين. إن شاء الله يكون عيد فرح وسلام يعم الجميع.